تخيل حبيبي 15 شتكة لو معلق له قلب ب 6000 دينار، الله ديم البلاش. السبب اللي يخلي أسعاره كلش رخيصة هو حجم القطعة، مثل ما تشوفوا كلش صغير. أما الشغلة الثانية بساطة المكان، بس الأكل عنده هالقوم. أغلب المطاعم اللي تكون بالمناطق الشعبية تكون أسعار الأكل بيها كلش رخيص. أما الشغلة اللي تعجبني بهالمطاعم تستهدف أغلب طبقات المجتمع، بالتالي الكل تقدر تجرب الأكل عدل. قبل لا تحكم حاول تجرب الأكل عدل ومن بعدها أحكم. عنوان نجف شارع الجزيرة. طلعنا بصل. هو طلع ترى قصة على تقول لي شي قصة ها هنا روح قص انا اخذ سيدي كيف البصل هذا حاطه فن مال البصل بصل ياباني رحم الله والديك رحم على والديك يمشي يسمون حال هيا Oh.